في البداية طبعا أحب أرحب بحضراتكم كالعادة، وأشكركم على حضوركم الجزء الثالث أو الحلقة الثالثة من هذا البرنامج التدريبي اللي أطلقته البورصة في شهر أغسطس. النهاردة المادة شوية دسمة، والوقت يعني أنا من الأول أحب أنوه إن الوقت ممكن يمتد شوية فأعذروني، ولكن يعني طبعا اللي يحب يكمل معانا للآخر أنا أكون سعيد جدا بيه زي يعني دايما، وسعيد بوجودكم عموما، واللي يحب يغادرنا مفيش مشكلة لأنه ممكن يكون في ارتباطات أو شيء فيغادر، وإن شاء الله يسجل حضور طالما حضر نصف الندوة أو أكثر يعني كثيرا أو قليلا. وهستأذن حضراتكم كمان في حاجتين تانيين، إنه معلش بلاش بريك النهاردة بحيث إن إحنا نحاول إن إحنا فعلا نخلص في الوقت، والأسئلة خليها تكون في النهاية، فلو في أي أسئلة من حضراتكم خليها في الـ Q&A، وإن شاء الله أنا هروح للأسئلة في النهاية أحاول أجاوب عليها كلها بإذن الله. أشكر حضراتكم على الثلاث ندوات وحضوركم الثلاث ندوات وتقييمكم للثلاث ندوات السابقة، أشكركم شكرا جزيلا. وطبعا بقول إنه زي كل مرة هيكون عندنا تقييم في نهاية هذه الندوة هيظهر لحضراتكم، أرجو إنه برضو تشاركوا فيه لأنه هذه التقييمات مفيدة كتير لينا ولي أنا شخصيا في تحسين الأداء يعني. النهارده يمكن هيكون عندنا مصطلحات ثقيله بعض الشيء، يعني هنسمع بولش اند بيرش، هنسمع جابانيز كاندل ستيك، هنسمع مصطلح دراجون فلاي او التنين الطائر، جريف ستون او شاهد القبر، ترند از يور فريند، يعني مجموعه من المصطلحات اللي يمكن تكون تقيله على مسامعنا شويه، ولكن اعدكم بنهايه هذه الندوه هتكون لهذه المصطلحات عند حضراتكم دلالة معينة وتستطيعوا تستخدموها إن شاء الله لما فيه الفائدة. الأمثلة النهاردة عشان طبعاً إحنا نتكلم أكثر عن السوق وهنعطي أمثلة، فالأمثلة النهاردة أرجو إن حضرتكم يعني تعتبروها هي فقط في سياق المادة العلمية والتوضيح العلمي وليست توصية بالشراء أو البيع لأي من الأسهم. ليه؟ لأنه إحنا لسنا جهة يعني اختصاص في هذا المجال، احنا جهة بنقدم المعرفة والعلم، وإنما الجهات المختصة هي بتكون جهات مرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية لإعطاء التوصيات. فأرجو أنه النهاردة نكون يعني الأمثلة اللي هنعطيها تكون فقط للتوضيح. النهاردة نبدأ كده باستقصاء قبل ما نتكلم في المادة العلمية، نبدأ باستقصاء أو استفتاء بول يعني خمس أسئلة، ويعني نشوف الإجابات ثم نعيد نفس هذا البول بعد ما تنتهي الندوة ونشوف الإجابات، هل إجاباتكم هي هي ولا الإجابات اتغيرت. وكمان هيكون عندنا في النهاية خالص بول تاني أو استفتاء تاني نتوقع فيه كده مع بعض، زي نعتبره جيم يعني، نتوقع اتجاه أحد الأسهم بكرة في جلسة الغد هيبقى عامل ازاي، وطبعا التوقع كل واحد فينا هيبقى عارف توقعه ويشوف بقى هو اللي يقيم نفسه هل التوقع كان سليم ام غير ذلك. طيب خليني ابدا بالبول ونشوف كده، ارجو انه المشاركات يعني تكون مشاركات كبيره، ونشوف كده هذا الاستقصاء مع بعض حول التحليل الفني.
نروح للبرزنتيشن وهنعيد ده تاني الاستفتاء ده مرة أخرى إن شاء الله في النهاية، وأعتقد أنه لما هنعيده تاني هتبقى الإجابات الصحيحة بنسبة إن شاء الله 100%، أرجو ذلك. يعني أنا دلوقتي بس أفتح البرزنتيشن. النهارده هنناقش مجموعة من الموضوعات في التحليل الفني. أول حاجة تعريف التحليل الفني وفرضياته. نمرة 2، ما هي مخططات الأسعار؟ وهنركز على مخططات الشموع اليابانية. ثم هناخد مجموعة من تطبيقات على الشموع اليابانية ونشوف لما بتحصل مجموعة من الأشكال بالشموع ده دلالتها إيه بالنسبة لاتجاهات الأسعار ومحاولة التنبؤ بهذه الاتجاهات. هنتكلم عن اتجاهات الأسعار أيضاً، وهنتكلم عن تطبيق كبير كده في النهاية، واحد من الانديكيتورز المهمة اللي بيسموها نطاقات بولينجر، أو يعني تيسيراً علينا نسميه نطاق بولينجر ونشوف إزاي. طبعاً الميزة أنه زي ما قلت حضراتكم إحنا عندنا في أداة للتحليل الفني متوفرة على موقع البورصة الإلكتروني، توفر مجاناً. هنشوف برضو ازاي نستطيع ان احنا نستخدمها، وهنضع بعض الامثله على هذه الميزه وهذه الاداه باستخدام برنامج تريدينج فيو على موقع البورصه الالكتروني. طبعا النهارده زي ما حضراتكم شايفين انه محتويات الندوه يعني هو بيسكس او اساسيات ايضا، ف يعني هذه الاساسيات هتوفر لحضراتكم ارض صلبه ان انتم تستطيعوا، يعني اللي حابب يبدا بقى التداول هيبدا، ولكن لا بد وان ننمي من معارفنا ونطلع اكثر على، يعني موجود الانترنت عليها مواد كثيره جدا في هذا المجال على قنوات اليوتيوب، نقدر ان احنا ننمي نفسنا بقى اكثر بالنسبه للتحليل الفني. ايضا احنا اتفقنا من البدايه ان المستثمرين احنا بنقسمهم الى نوعين، نوع إما، وتحت النوعين دول بيندرج أنواع كثيرة، ولكن النوعين الرئيسيين المستثمر والمضارب. التحليل الفني بالنسبة للاثنين مهم، لأنه بالنسبة للمستثمر زي ما التحليل الأساسي بيساعده في تحديد أفضل الشركات أو أفضل الأسهم اللي يضمها إلى محفظة الأوراق المالية الخاصة به، فالتحليل الفني بيساعده أيضا على أنه يحسن من توقيت دخول وخروج، توقيت الدخول وتوقيت الخروج من السوق. فبدل ما، أي نعم الشركة جيدة، بدل ما يشتريها بسعر عالي ممكن ينتظر لغاية ما السعر يكون مناسب، فده هيساعده التحليل الفني على إحسان التوقيت. أما بالنسبة للمضارب هو كل شغل التوقيت، يعني أهم حاجة عنده ليس الشركة، هو أهم شيء عنده السهم وتوقيت الدخول عليه وتوقيت الخروج منه، لكي يعني يعمل فارق الربحي المضاربي اللي لما بيتجمع بتكون هي دي أرباحه بالكامل. فالتحليل الفني نقدر نعرفه في تعريفات كثيرة، ولكن يعني التعريف الأشهر هو دراسة أسعار الأسهم وأحجام التداول التاريخية من خلال مخططات الأسعار في محاولة للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية. طيب عندي ثلاث كلمات كي ووردز في الديفينيشن: اسعار، احجام تداول، محاوله تنبؤ. التحليل الفني لا ينظر الى اساسيات الشركه، لا ينظر الى الفاندمنتلز الخاصه بالشركه، عكس التحليل الاساسي زي ما شفنا في مؤشرات وانديكيتورز كتيره خاصه بالتحليل الاساسي تعتمد على القوائم المالية الخاصة بالشركة، تعتمد على جودة الإدارة، تعتمد على جودة الموظفين، عدد وإلى آخره. ولكن التحليل الأساسي، وده أحد ميزات هذا النوع من التحليل، إنه فقط بيركز على شيئين: الأسعار وأحجام التداول، وبشكل أكبر الأسعار. ففي نوع من أنواع التركيز أو الفوكس بالنسبة للمحلل الفني في إنه يحاول يتنبأ باتجاهات الأسعار المستقبلية. الحاجة الثانية إنه برضو يعني ميزة من ميزات، إنه تستطيع أن أنت حضرتك أو حضرتك تشوفوا هذا أو تحللوا الأسعار من خلال charts،
من خلال مخططات الاسعار. عشان كده المحلل الفني مش بس بيتسمى تكنيكال اناليست في الغرب، وانما ايضا بيسمى شارتست، او يعني متخصص في انه يحلل مخططات الاسعار من التشارت زي اللي احنا شايفينها قصادنا كده. من التشارت دي يستطيع المحلل الفني بقراءه هذه التشارت يستطيع انه يتنبأ او يحاول انه يتنبأ بما سوف يحدث في المستقبل بالنسبه لسعر السهم او الاسهم اللي المهتم بيها. ولكن هنا برضه الكلمه المهمه محاوله، محاوله للتنبؤ. ما نقدرش نقول ان التحليل الفني او دراسه الاسعار والاحجام احجام التداول هيمكنني من التنبؤ بدرجه يقين نسبتها 100%، لانه التنبؤ هذا غيب، هذا شيء خاص بالمستقبل، مش ما حدش فينا يستطيع انه يدعي انه يعلم الغيب. ولكن كل ما انا كنت شاطر في قراءه او كنت افضل وجيد في قراءه المخططات الاسعار، كل ما درجه التاكد لدي بالنسبه للتوقع والتنبؤ تزيد، ولكن عمرها ما هتصل لنسبه 100%، لان الغيب في علم الله طبعا سبحانه وتعالى. فبالتالي مش شرط ان كل مره توقعاتي هتكون توقعات صائبه، ولكن يعني احاول ان انا اخلي في المجمل العام معظم التوقعات او الغالبيه العظمى من التوقعات تكون توقعات صائبه. التحليل الفني بيقوم على ثلاث فرضيات اساسيه، assumptions، three assumptions اساسيه. اول assumption او اول فرضيه ان التاريخ يميل الى تكرار نفسه، وبالتالي لو انا درست اتجاهات الاسعار واحجام التداول التاريخيه، وطالما انا بفترض ان هذه الاشياء التاريخيه هتعيد نفسها في المستقبل، يبقى استطيع من خلال دراستي للباترنز او الترندز او الاتجاهات دي اللي حصلت في الماضي، ان انا هقول it will be replicated او هيتم اعاده حدوثها في المستقبل، فاستطيع اتنبأ بما سوف يحدث. وكمان بيفترض انه هذا التاريخ بيميل بتكرار نفسه، لانه افعال ردود افعال او سلوكيات المستثمرين في الاسواق بتميل الى التكرار عبر الزمن، حتى لو اختلف هؤلاء المستثمرين. ليه؟ لانه بيقول لك ان البشر طبعهم واحده، فسواء كانوا هؤلاء البشر موجودين في السوق او راحوا في مجموعه اخرى جاءت الى السوق، في النهايه السلوكيات، سلوكيات البشر في المجمع هي واحده، وفي الاسواق بتميل ما بين يعني two behaviors، ما بين الخوف والطمع، يسموه الفير اند جريد، ما بين الخوف لما السوق يهبط فالناس تندفع في البيع خوفا من الخساره، او السوق يبدا يصعد فتنتشر الاخبار وتنتشر الاخبار السعيده يعني بين المستثمرين، فالجميع ينطلق نحو الشراء طمعا في الربح. فهذه السلوكيات بتعيد نفسها عبر الزمن باختلاف الافراد اللي بيقوموا بها، وبالتالي استطيع ان انا استخدم التاريخ لكي اتنبأ بالمحاوله، احط كذا خط، محاوله التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل. ايضا الفرضيه الثانيه ان اسعار الاسهم في السوق بتتحدد بناء على اليات العرض والطلب، وده طبعا فرضيه سليمه 100%. ولكن هنا التحليل الفني لا ينظر الى ما وراء هذا العرض والطلب. يعني في التحليل احنا بنقول كتحليل شامل الاسعار بتتحدد بناء على العرض والطلب واليات العرض والطلب، ولكن في اسباب، اساسيات قويه، اساسيات ضعيفه، في اسباب بتشكل قوى العرض والطلب. التحليل الفني لا يهتم بما وراء او ما هي اسباب تشكيل هذه القوى، وانما هو فقط بيهتم بالعرض والطلب، ويرى انه الصراع في السوق ما بين جانبي العرض والطلب، ويسمى صراع الدببه والثيران. ويمكن يعني انا بس هركز على النقطه دي، لانه لو وضعنا انه احنا التحليل الفني في هذا السياق وفي هذا الاطار هيشرح لنا اشياء كثيره، وهيساعدنا على فهم اشياء كثيره جدا في ما هو قادم. ويمكن حضراتكم كمان لما تطلعوا على مجموعه من البرامج التدريبيه المتطوره اكثر الادفانسد، يمكن لو وضعنا التحليل الفني في هذا السياق ده هيساعدكم كتير على ان انتوا تلاقوا الموضوع سهل يعني. فهو طبعا صراع الدببه والثيران
اللي هو بول اند بير، او لما يقول لك الماركت لو طالع او السوق في اتجاه صعود يقول لك اتس بولش ماركت، ولو في اتجاه هبوط يقول لك اتس بيرش ماركت. جت منين؟ جت احد الصحفيين الاقتصاديين في الولايات المتحده الامريكيه اللي كان شبه او رمز الى زياده العرض على الطلب وهبوط السوق بالدببه الاتجاه الى الصعود بالثيران، نتيجه انه كان هناك رياضه في الولايات المتحده الامريكيه هي الصراع ما بين الدببه في القديم، يعني صراع ما بين الدببه والثيران. وعندما وكانت علامه انتصار الثور في هذا الصراع هو ان ياتي بقرنيه من الاسفل يرفع الدب الى الاعلى. فهنا قال لك خلاص لو الاسعار بترتفع من الاسفل الى الاعلى يبقى ده الثور حسم الصراع لصالحه، يبقى هذا السوق سوق بولش او سوق ثيران. وكان علامه انتصار الدب هو انه الدب يقف على قدمين وياتي بالقدمين التانيين في شكل ايدين بقى وينزل بيهم من فوق من 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 اعلى الى اسفل على الثور ويصرعه. فقال يبقى هو عندما يحدث الهبوط ده اكنه الدب هنا في هذه الحاله انتصر في هذا الصراع. وده ياخدنا بقى للفرضيه الثالثه، انه التحليل الفني يفترض انه دايما الاسعار بتروح في اتجاهات او تتحرك في اتجاهات، اما اتجاه صعودي اللي هو البولش ماركت او اتجاه هبوط البيرش ماركت، او في بعض الاحيان بيكون هناك تعادل في هذا الصراع لم يحسم لصالح ايا من الدببه والثيران. في هذه الحاله بنسميه اتجاه افقي او عرضي. خليني كده ناخد المخطط الاسعار اللي عندنا نبص عليه كده مع بعض كمثال سريع عن هذه الاتجاهات. يعني لو بصينا مثلا عن ده مخطط ل كيو ان بي خلال الفتره من بدايه السنه اعتقد لغايه اليوم، او لا يمكن لغايه من 3 4 ايام فاتوا. لو بصينا على هذا الاتجاه ده اتجاه صاعد اهو زي ما احنا شايفين. يعني لو انا جيت رسمت هنا حول هذه الاسعار، طبعا هذه الشموع بتمثل اسعار زي ما هنشوف، هي عباره عن اتجاه اسعار، فنجد انه هذا الاتجاه اتجاه صاعد في صعود. لو بصينا على هنا مثلا هنجد انه هذا الاتجاه هابط في هبوط. كان في صعود. ولو بصينا على هذا الاتجاه مثلا هنا نجد انه تقريبا اتجاه عرضي، يعني لم يحسم الصراع خلال هذه الجلسات التداول او خلال هذه الايام لاي من الفريقين. الاسعار بيتذبذب ولكن بيتذبذب في نطاق واحد وبنسميه اتجاه افقي او اتجاه عرضي. وهم دول الثلاث اتجاهات هنتكلم عنهم بشكل أكثر بعد أو في نهاية هذه الندوة، علشان برضو الاتجاه مش بس بالشكل وإنما في بعض الشروط البسيطة كده اللي لازم أبص عليها عشان أستطيع أن أجزم أن هذا الاتجاه اتجاه صاعد فعلا أم اتجاه هابط. شيل بس ال ونروح نكمل مع بعض. البرزنتيشن بتاعتنا شيل طيب قلنا انه التحليل الفني هو عباره عن دراسه مخططات الاسعار، وبالتالي انا محتاج ان انا اعرف ما هي انواع مخططات الاسعار. في انواع كثيره ولكن هم نوعين رئيسيين يستخدموا بكثره، ويمكن نوع منهم هو الغالبيه العظمى بتستخدمه. عندي النوع الشهير اللي يمكن كلنا نعرفه وهو مخطط أسعار خطي أو بنسميه line chart، وعندي النوع الأشهر بقى اللي يستخدم كثيراً وهنعرف ليه هو candlestick chart أو أسعار مخطط الأسعار باستخدام الشموع اليابانية. line chart زي ما حضراتكم شايفين عبارة عن خطي، يعني بيديني هذا هو مثلاً النهاردة كان سعر أو سعر السهم في عند هذه النقطة ثم ارتفع السعر، يعني اهو انا عندي سعر السهم هنا النهارده عند هذه النقطه وارتفع
عند هذه النقطة ثم انخفض ثم ارتفع. المهم انه هذا اللاين تشارت حدد لي فقط سعر واحد بس، ما بيحددليش معلومات كثيرة. ميزة المخطط أسعار بالشموع اليابانية أو الكاندل ستيك تشارت إنه بيوريني أربع أسعار اللي حصلوا في جلسة التداول، اللي هم بس أفتح ال هنا بيوريني أربع أسعار زي ما قلنا، سعر الافتتاح وسعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر. يبقى ما هو سعر الافتتاح اليوم؟ ما هو سعر الإغلاق اليوم؟ ما هو سعر أعلى سعر وصل له السهم اليوم؟ وما هو أقل سعر أو أدنى سعر برضو وصل له السهم اليوم؟ وعلى فكرة التحليل الفني يهتم بفترات زمنية، يعني ممكن في هذه الفترة الزمنية النهاردة مثلا أنا بشتغل على يوم، والأمثلة جميعها هنعطيها يوم، لكن زي ما هوري حضراتكم بشكل عملي على التريدنج فيو على موقع البورصة، فممكن يكون الفترة الزمنية اللي انت بتهتم بيها خمس دقائق، عشر دقائق، يعني اسبوع، شهر، ايا كان. المهم ان هو بيعطيك خلال هذه الفترة الزمنية ماذا كان سعر الافتتاح، وما هو سعر الاغلاق، وما هو اعلى سعر خلال هذه الفترة، وما هو ادنى سعر خلال هذه كانت خلال هذه الفترة، خمس دقائق، دقيقة، ساعة، يوم. يعني ده بناء على الفريكونسي بتاع التداول بتاعك أو تكرار عمليات التداول الخاصة بحضرتك. طيب خلينا بقى عشان نفهم خليني أشيل بس من على الشاشة هذه النقاط أو الدوائر عشان نفهم بقى مخطط الأسعار بالشموع اليابانية فهم جيد. لازم نفهم، هو أنا بستخدم الشموع اليابانية وهذه الشموع لها ألوان زي ما احنا شايفين، ولازم أفهم الشمعة ومكوناتها. وقلنا إنه المخطط الشموع اليابانية بيوريني أو بيوضح لي أربع أسعار خلال الفترة الزمنية اللي أنا بهتم بيها، اللي هي النهاردة بنتكلم عنها. بقى تظهر مخططات الشموع اليابانية أربع أسعار زي ما اتفقنا، سعر افتتاح، سعر إغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر للسهم خلال النهارده عشان نتكلم عن يوم، يبقى خلال جلسة التداول، أو لو خمس دقائق هيظهر لك هذا الأمر خلال خمس دقائق وهكذا. يتم استخدام هذه المخططات من قبل المستثمرين الذين يحاولون تحديد وتتبع اتجاهات أنماط الأسعار. أولا من ليه سميت بشموع اليابانية؟ لأنه كان أول من استخدمها هم تجار الأرز اليابانيين قديما لتتبع أسعار سوق الأرز اليومي وأحجام التداول اللي كانت بتتم عليه، وبعد كده انتشرت هذه لكفاءتها في محاولة التنبؤ باتجاهات الأسعار في المستقبل، فانتشرت وأصبحت معروفة في العالم وأصبحت تستخدم بكثرة الآن في أسواق الأوراق المالية. خلينا نبص على الشمعة. الشمعة زي ما اتفقنا ليها سعر افتتاح، فمثلا خليني أفترض إنه هناك سهم معين افتتح على 10 ريالات النهارده، ثم هبط السعر خلال اليوم من 10 نزل ل9 وحقق هذا كان أدنى سعر، واحنا عارفين إنه عندنا في بورصة قطر نطاق التغير في السعر 10% هبوطا و10% صعودا. يعني لو أنا عندي افترضت إن سعر الإغلاق أمس 10 وافتتحت على 10 اليوم، يبقى يستطيع السهم إنه ارتفع ل 11 ريال وممكن ينخفض الى 9 ريالات، فده حصل انه انخفض الى ادنى سعر اللي هو حد الاقصى للانخفاض كان 9 ريال. ثم ارتفع الى اعلى سعر وصل 11 ريال، ثم اغلق على سعر 10.5 ريال. فكون لي هذه الشمعه. يبقى الشمعه خضراء. ليه شمعه خضراء؟ لانه زي ما حضراتكم شايفين سعر الإغلاق أنا أعلى من سعر الافتتاح، سعر 10.5 وسعر الافتتاح 10 ريال، فهذا هو جسم الشمعة. جسم الشمعة طبعا بيحدد لي الفرق ما بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، يعني كل ما كبرت الشمعة زي ما بنسميها كاندل ستيك، معنى كده أنه التذبذب كان كبير ما بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، كل ما صغرت الشمعة كل ما معناها أنه الفرق
كان صغيرا او كان بسيطا. والنتوءات اللي فوق طبعا هو ده اعلى سعر لليوم، والنتوء اللي تحت بيكون ادنى سعر اليوم. يبقى الميزه هنا ان هذه الشمعه بتعطيني اربع اسعار زي ما اتفقنا، وليس سعرا واحدا زي في مخطط الخطي للاسعار او اللاين شارت. يبقى دي الكاندلستيك. وسعر الاغلاق اعلى من سعر الافتتاح هو شمعه خضراء، سعر الاغلاق اقل من سعر الافتتاح بتكون شمعه حمراء، ولو سعر الاغلاق يساوي سعر الافتتاح في السؤال اللي احنا سالناه بنسميها شمعه دوجي. تعالوا نشوف الشكل الاشكال هتبقى عامله ازاي. يبقى دي شفناها الشمعه الخضراء وفهمنا ليه هي خضراء. الشمعه الحمراء بيكون هنا سعر الافتتاح بقى العكس، افتتح السهم على 10.5 ريال وممكن يكون ارتفع ل 11.5 ريال ثم عاد وانخفض الى 9.5 ريال ادنى سعر، ثم ارتفع عند الاغلاق وصل من 9.5 الى 10، ولكن ظل سعر الاغلاق اقل من سعر الافتتاح، وبالتالي الجسم الشمعه هو اللي بيمثل الفرق ما بين سعر الافتتاح وسعر الاغلاق، ونتيجه ان سعر الاغلاق اقل من سعر الافتتاح الشمعه لونها احمر. يبقى في هذا اليوم اعرف على طول، اول ما ابص على اللون اعرف انه اليوم ده كان سعر الاغلاق اقل من سعر الافتتاح. هنا حسم الصراع لصالح ايه؟ الدببه. اما بالنسبه للون الاخضر فمعناها ان الصراع حسم لصالح الثيران، معناها ان الطلب والمشترين هم اللي حسموا الصراع. طب لو حصل تعادل بتشكل لنا هذا الامر شمعه دوجي او شمعه الحيره، وهقول لحضراتكم ليه شمعه الحيره، بس نفتكر كلمه شمعه الحيره لانها مهمه جدا عندما نتوقع نراها كده على المخطط تدينا توقع جيد. ليه هي حيرة؟ لأنه حصل تعادل لم يحسم الصراع، احنا لسه محتارين هل الدببة هيستطيعوا هم ينتصروا وينخفض السوق أم الفيران ينتصر ويرتفع السوق. عشان كده دايما نضع في بالنا أنه هذا هو الصراع، السوق عبارة عن صراع ما بين جانبي العرض والطلب، ما بين الدببة والفيران. ففكرة شمعة دوجي زي ما احنا شايفين افتتح السعر هنا، خليني بس عشان اوضح اكتر، افتتح السعر، مش ده، خليني استخدم خط، افتتح السعر هنا ثم ارتفع وانخفض ثم ارتفع مع اخرى واغلق ايضا هنا عند نفس المستوى يكون مثلا 10 ريال، او افتتح انخفض ارتفع ثم عاود الانخفاض وبرضه انخفض عن سعر. طبعا شمعة دوجي دي من الشمعات اللي نادرة شوية، يعني بيبقى صعب ان انت تجدها في مخططات الاسعار انه بالضبط سعر الافتتاح يعني يساوي، او سعر الاغلاق انه يساوي سعر الافتتاح بعد يوم او بعد جلسة تداول، مش سهلة لو كلما زادت الفترة الزمنية المحل الدراسة، وبالتالي بنشوفها بشكل يعني ايه ما بيكونش بشكل نادر على مخططات الأسعار. وبالتالي احنا بنقول ايه؟ بنقول انه مش شرط تكون شمعة دوجي بيرفكت او مثالية علشان نستطيع ان احنا نتوقع ما سوف يحدث بعد دوجي، وانما ممكن تبقى دوجي بقى باشكال تانية زي ما اتفقنا هنسمي اسماء جديدة علينا، التنين الطائر دراجون فلاي او جريفستون، وهنشوفهم ازاي بيشكلوا لنا الشمعات دي بيبقى شكلها عامل ازاي وماذا تعني عندما نراها. طيب نروح سال عملي، تعالوا نشوف معانا موقع البورصة الالكتروني لغاية هنا ونشوف كده ماذا تعني هذه الامور على اهي. هذا مخطط اسعار حقيقي لأداء كيو ام بي اليوم زي ما اتفقنا. لو رحنا على موقع البورصة ورحنا شاشة بث الأسعار هتفتح لنا بث الأسعار لجميع الأسهم المدرجة، هندوس على العلامة بتاعت مخططات الأسعار أمام اسم كل شركة تفتح لي مخطط الأسعار. طبعا زي ما اتفقنا انه مخططات الأسعار دي او زي التحليل الفني بيهتم بفترات زمنية مختلفة، فلو عندنا ممكن اختار 1 hour، أو طبعا أثناء جلسة التداول ممكن 1 day 1 week، ممكن لغاية يعني يمكن كمان عندي هنا 1 minute لغاية 30 minute، يعني دقيقة ل
30 دقيقة، يعني أيا كانت الفترة الزمنية، بس احنا بنشتغل على يومين. فبص أنا النهاردة هنا، تعالوا نشوف كده احنا قلناه بشكل عملي على هذه الخريطة، هذا المخطط. هذا المخطط لو قلنا إنه بيبدأ أهو من أوائل 2022، أوائل عام 2022 لغاية تداول اليوم. تعالوا أول حاجة تعالوا نشوف على الشمعات. عندي شمعة حمراء اهي، دي بيج كاندلستيك، اسم الشمعة كبيرة. معنى كده إنه هذا اليوم حسم الصراع لصالح الدببة، انخفض سعر كيو ام بي عند الإغلاق عن سعر الافتتاح بفرق كبير وليس فرق صغير. عندي شمعة تانية في يوم من الأيام ما كانتش بيج كاندلستيك، ما كانتش شمعة كبيرة، كانت شمعة يعني إلى حد ما صغيرة، معناها إنه أيضا حسم الصراع لصالح الدببة ولكن بفرق ضئيل جدا. عندي شمعة خضراء هنا مثلا، أدي أهي شمعة خضراء كبيرة، بيج فيري بيج كاندلستيك، شمعة خضراء كبيرة جدا. معنى كده إنه الفرق ما بين سعر الافتتاح صغير كان كبير ولم يكن صغيرا. عندي شمعة تاني خضراء صغيرة أهي، اسم الشمعة زي ما احنا شايفين صغير جدا، ضئيل جدا. هل يا ترى نقدر نطلع شمعة دوجي هنا معانا؟ تعالوا كده معلش نبص مع بعض. في شمعة دوجي اهي، اهي اهي. انا مش عايز دقيقة واحدة، مش عايز اضيعها بالخط، بس اهي اهي شمعة دوجي. لو رحنا للخط تاني، دي شمعة دوجي مثالية كبيرة اهي، واللي قبليها دوجي خفيفة. يعني دي الشمعة اللي شايفينها دي اللي شبه الصليب، هي شمعة دوجي مثالية. هو فعلا السعر في ذلك اليوم ارتفع وانخفض ثم عاود الارتفاع واغلق على سعر الافتتاح. هنا اللي قبليها كانت دوجي، بس دوجي خفيفة جدا جدا، يعني كان هناك فرقا ضئيلا ما بين سعر الافتتاح وسعر الاغلاق، سعر الاغلاق اعلى بفرق بسيط جدا من سعر الافتتاح. طيب هنا لو بصينا بقى على هذا الاتجاه، شوفوا اتجاه صاعد اهو، اتجاه صاعد زي ما حضراتكم شايفين، اتجاه صاعد. ده مثلا ادي كان يمكن، اي نعم، في هذا الاتجاه في مجموعه من الشمعات الحمراء، مجموعه من الشمعات، يعني معنى كده مش كل الايام كان فيها السعر بيرتفع. في بعض الايام من مثلا دول اعتقد 20 جلسه، يعني شهر 20 جلسه تداول شهر، يعني تقريبا عندي كام، 1 2 3 4 5 6 7 8 جلسات تداول، يعني تقريبا 40% من جلسات التداول كان السعر بينخفض. بس على الرغم من كده الاتجاه صعود، الاتجاه صعود. طيب هنا عندي اتجاه هابط هبوط شديد، يعني مش عامل بقى، هنسمي لما يبقى فيه الهبوط هبوط، يعني ماشي كده بالميل بتاعه مش قوي زي كده، بنسميه سوفت لاندنج. لا هنا ده هارد لاندنج، يعني انا لما اشوف هنا ده بقى اتجاه هبوط اهو بشكل كبير. لو تلاحظوا حضراتكم، وده يمكن هنجيله بتفصيل يعني في النهاية، بس خليني طالما الشيء بالشيء يذكر هنا، لو نلاحظ حضراتكم انه في اتجاه الصعود كان عندي دايما القاع، قاع في يوم معين كان اعلى من القاع اليوم، القاع اللي هو ادنى سعر كان اعلى من قاع اليوم الذي يسبقه. فدايما بنقول في اتجاه، عشان نجزم انه اتجاه صاعد، نقول انه دايما قيعان صاعده، دايما ادنى سعر اليوم بيكون اعلى من ادنى سعر الامس. حتى لو نبص كده هنا مثلا حضراتكم، حتى في الشمعه الحمراء دي ادنى سعر، مع انها حمراء يعني الاغلاق كان اقل من الافتتاح، ولكن ادنى سعر او قاع كان اقل، اعلى شويه من القاع بتاع اليوم اللي سبقه اللي أغلق فيه على شمعة خضراء. فهنا قيعان صاعدة معناها على طول
انه هذا اتجاه صاعد. طب هل الاتجاه يستمر الى الابد؟ لا، لا يستمر للابد، الاتجاه بيعكس. طيب امتى يعكس؟ هنا دي الشطاره بتاعه التحليل الفني، وكل ما كان المحلل الفني عنده مهاره اكبر كل ما كانت دقه تنبؤه بعكس الاتجاه اكبر. احنا النهارده هنشوف مجموعه من الاشكال اللي بتعطيني تنبؤ بعكس الاتجاه، وزي ما بقول لحضراتكم يعني حاولوا ان انتوا تطلعوا اكثر، لان هناك كثير من الاشكال جدا اللي تساعدني على لانه ليه؟ لو الاتجاه صعود وانا شايفه اتجاه صعود ومش متوقع انه يعكس، هيبقى دايما عندي وقت مناسب لدخول السوق، لان انا عارف ان السعر هيرتفع، يبقى انا مش داخل عند اعلى نقطه او عند اعلى سعر. لكن لو انا شفت هذا الامر وايضا كنت متوقع ان الاتجاه هينخفض، ما اشتريش عند السعر ده، انتظر. طيب هل اشتري عند السعر ده؟ احنا في النهايه هنجاوب على هذا السؤال. ولكن زي ما احنا شايفين في اتجاه هبوط، في لاندنج صعب جدا، difficult landing حقيقي، يعني سقوط حر. وزي ما احنا شايفين القمه بقى في اتجاه الهبوط، بلاقي ان القمه بتاعت كل يوم اللي هو اغلاق كل يوم اقل من اليوم السابق. قمه اقل من قمه، قمه اقل من قمه، ده معناه انه ترند هبوط. في الاستاذه فاديه سؤال، خليه يا استاذه فاديه بعد اذنك حطيه في الكيو اند اي علشان خاطر نجاوب على كل الاسئله في النهايه، بس عشان الوقت، عشان يمكن في حد ما يكونش يعني عنده اجابه السؤال ومش حابب انه يستمر طويلا معانا، فخلينا نحاول نغطي اكبر قدر من الماده العلميه خلال الوقت المتاح، وبعد كده نسال الاسئله، نشوف نجاوب على الاسئله جميعها. نكلير ونرجع تاني للبرزنتيشن، يعني ده كان مجرد كده تطبيق عملي بسيط على أحد المخططات الأسعار الموجودة على موقع البورصة ومتاحة لحضراتكم بشكل مجاني. قالوا كده النهاردة نتكلم عن بعض أنواع الشموع اليابانية الهامة، ولكن هي ليست كل الشموع اليابانية، لا، في أشكال كثيرة جدا أرجو أن حضراتكم تطلعوا عليها. دايما نقول احنا بننصح الناس بالاستثمار، وبنقول بقى دايما انه افضل استثمار هو الاستثمار في النفس عن طريق العلم. فكل ما حضرتك او حضرتك قدرتوا ان انتوا يعني تشتركوا في برامج تدريبيه اكبر حتى لو ليها رسوم، ده استثمار جيد جدا، ده استثمار في العلم، هو ده اللي بينمي مهارات الانسان مع الوقت. الشموع الكبيره، وفهمنا يعني ايه شمعه كبيره، big candles. هنتكلم عن شمعة دوجي، شمعة الحيرة، وليه سميناها شمعة الحيرة؟ احنا عارفين شكلها دلوقتي، ولكن خلينا نشوف ليه سميت بشمعة الحيرة ودلالتها ايه؟ عندنا شمعة زي ما قلنا شاهد القبر، اللفظ تقيل شوية معلش، جريف ستون، بس برضه هنشوف شكلها ودلالتها. عندنا شمعة التنين الطائر، دراجون فلاي، عندنا شمعة هرامي اللي معظم اللي جاوبوا قالوا عليها معناها مضارب، لا هي معناها المرأة الحامل، وهنشوف برضه ليه، او يعني على شكلها فعلا هي اكنها مرأة حامل. وهرامي بتنقسم الى اثنين، بولش وبرش، في بولش حرامي او حرامي الثيران، وفي برش حرامي او حرامي الدببة. دايما خلينا فاكرين هذا الصراع، هذا الصراع ما بين الدببة والثيران. طيب تعالوا نشوف اول شمعة اللي هي دوجي. عندنا دوجي ثلاث، زي ما قلنا ان دوجي مثاليه من الصعب جدا ان احنا نراها، مش متكرره كثيرا، وبالتالي دوجي ممكن تاخد اشكال مختلفه. فعندي دوجي المثاليه اللي شفناها مع بعض دلوقتي، وعندي دوجي شاهد القبر، وعندي دوجي التنين الطائر، دول اشهر ثلاث انواع لشمعة دوجي. عفوا، تعالوا نشوف كده مثال. فمثلا انا لو عندي اديداء مخطط السعر على الواي اكسس والتاريخ والفتره الزمنيه على الاكس اكسس، واشوف التطور اللي حصل ايه. لنفترض انه اللي هيظهر عندي دي شموع، يعني ده كان يوم شمعه حمراء، معناها ان سعر الافتتاح في ذلك اليوم كان اعلى من سعر الاغلاق. جاء بعده
يوم ثاني في قاع أقل، يوم ثالث قاع أقل، معنى كده أن أنا عندي اتجاه هبوط، اتجاه هبوط. طيب متى يعكس اتجاه هبوط؟ معناها لو أنا شايف كده اتجاه هبوط أنا ما اشتريش، لأنه لو اشتريت في أي يوم من الأيام دي هيحصل إيه؟ أن السعر هينخفض فأبقى خسرت. فطول ما أنا شايف قاع بعد قاع قاع بعد قاع في اتجاه هبوط، أنا عايز أتوقع بس أو أتنبأ إمتى الاتجاه يعكس عشان أحاول أشتري عند أقل قاع. هنا الشطارة. طيب طول ما أنا شايف كده الاتجاه ما فيش أي مؤشر على إنه يعكس، اتجاه هابط بجدارة. طيب هنا طوال هذه الفترة كان الصراع محسوم لصالح الدببة أو انتصار للدببة، زي ما شفنا في المخطط الخاص بـ QMB اللي فتحناه مع بعض، وشفنا أنه في هبوط شديد خلال الأربع أو خمس جلسات اللي فات. فعلا سعر QMB يعني انخفض بشكل كبير وأثر على المؤشر، لأنه زي ما حضركم عارفين QMB يعتبر أكبر مكون موجود داخل مؤشر بورصة قطر، طبعا أثر على المؤشر سحبه معاه إلى الهبوط أيضا. جاءت لي شمع الدوجي، يبقى بعد هذا الهبوط، بعد هذا الهبوط جت شمع الدوجي. دوجي مثالية أهي، يعني لا دوجي شاهد قبر ولا دوجي تنين طائر، هذه دوجي مثالية اللي هي الشمعة اللي بعض الناس يسموها شمعة الصليب. معناها إيه؟ يعني سريعا معناها أنه افتتح السعر انخفض ارتفع أو ارتفع انخفض ثم أغلق على نفس سعر الافتتاح. هي شمعة حيرة. ليه حيرة؟ لأنه معنى ذلك أن هذا اليوم لم يحسم الصراع، هناك تعادل ما بين الدببة والثيران، ما بين العرض والطلب، لم يحسم الصراع. طيب شم تجاه هابط زي ده وما شمع الدوجي، أبدأ أتوقع أنه بعد هذا الاتجاه الهابط وشمعة الدوجي جات لي، معناها الاتجاه الهابط معناه إيه؟ معناه أنه كان هناك زخماً للبيع، زخم البيع حسم الصراع لصالح الدببة. لما جات شمعة الدوجي معناها أنه المشترين بدأوا يخشوا ويحاولوا يعدلوا هذا الزخم، فحصل عند هنا في الجلسة دي زخم للشراء عادل إيه؟ قوة البيع. فهنا بدأ الثيران بقى يقوى ويحاولوا يعادلوا قوة الدببة. هل اشتري على طول عند هذا عند في ذلك اليوم، او يعني مثلا تاني يوم بعد ما شمع الدوجي، هل اول ما الجلسة تفتتح تاني يوم ادخل اشتري على طول؟ لانه خلاص انا بقول بقى انه زخم الشراء بدأ يقل وبدأ المشترين يعملوا زخم يعادل قوة البائعين. يعني أنا لا أفضل في طريقتين، إما أنتظر جلسة اليوم التالي لدوجي بالكامل وتأكد أنه جاءت شمعة خضراء، معناها أن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح في اليوم التالي على شمعة دوجي، فمعناها أن الثيران أو المشترين في هذه الحالة كانت لهم الكلمة العليا، خلاص يبقى زخم البيع انتهى ودخل زخم شراء. تأكدت طبعا أنا بقول إيه، ما بقولش بنسبة 100%، بنسبة كبيرة جدا إن اللي جاي بقى صعود، خلاص يبدأ المشترين يخشوا ويبدأ السهم يعكس اتجاهه ويكون هناك احتمال قوي للصعود. في ناس يقولك لا ما استناش اليوم كله، ما استناش الجلسة كاملة، لأنه وانتظرت الجلسة كاملة ممكن الشمعة دي ما تبقاش شمعة صغيرة كده، ممكن شمعة كبيرة قوي، معنى كده انه يغلق على سعر مرتفع قوي، ضاعت عليا فرصة. فيقول لك اعمل انا الرينج بتاعي في جلسة اليوم التالي لدوجي، اعمله مثلا رينج ربع ساعة او خمس دقائق او عشر دقائق بعد الافتتاح. لو بعد الافتتاح واستنيت عشر دقائق ربع ساعة ووجدت انه هناك شمعة خضراء، أبدأ الشراء بتاعي، ولكن ليس باندفاع وإنما على مراحل. وفي ناس طبعا بتندفع بتاخد الريسك، في حد يقولك أنا ريسك تيكر، يعني أنا أتحمل الريسك، ريسك تولرنت،
شكل كبير، ما عنديش مشكلة أجازف. فهي تعتمد بقى على كل واحد وطبيعته. أنا أفضل، دي طبيعتي، أفضل إن أنا أتأكد إنه فعلا الاتجاه سيعكس، وزي ما بنقول في بعض الناس بتفضل إن هي تنتظر ولو 5 دقائق 10 دقائق، ولكن لا تنتظر اليوم بالكامل وتشوف الاتجاه في ال5 أو 10 دقائق دول. أول ما يلاقوا إنه في شمعة خضراء يتجهوا للشراء، لأنه هنا في نسبة كبيرة إنه الاتجاه هيروح نحو الإيه؟ نحو الصعود فيما هو قادم. طيب العكس طبعا بالنسبة ليه؟ لو أنا كان عندي صعود متكرر، يا صاعد انتصار للثيران، ثم جاءت دوجي. دوجي بقى هنا دي دوجي شاهد القبر، شبه شاهد القبر، اسمها غريفستون. طب دوجي غريفستون ليه يعني ما هي دلالتها؟ ليني أقول دلالتها هي عبارة، هي حيرة أيضا. ليه؟ لأنه هنا الليفل أهو هو واحد، بتاع سعر الافتتاح وسعر الإغلاق واحد، لا يوجد هناك فرق ما بين السعرين. ولكن اللي حصل إيه؟ دوجي شاهد القبر أو الغريفستون بتقول لي إيه اللي حصل في الجلسة؟ بتقول لي إنه السعر افتتح هنا، خلينا نعمل برضو الدرو، بتقول لي إنه السعر افتتح عند هذه المنطقة وهذا المستوى، ثم ماذا حدث؟ ثم ارتفع ووصل لأعلى سعر هنا، ثم عاود الانخفاض ورجع تاني، حقق سعر يعني أغلق عند نفس سعر الافتتاح، يعني افتتح ارتفع ثم انخفض. فهنا معناها ايه؟ معناها انه زخم الشراء اللي كان جاي لي من الجلسات السابقة لم يستطع انه يوازي زخم البيع اللي بدأ أثناء الجلسة، وأدى إلى إيه؟ إن السعر ينخفض بعد الافتتاح ويغلق مرة أخرى على السعر اللي افتتح به. هنا أرجع تاني وأقول جات لي شمعة حمراء بعديها، يبقى توقع بشكل كبير، ودي بقى احتمال الهبوط أقوى على فكرة من لو دوجي كده، لأن دوجي دي فيها ارتفاع وانخفاض أثناء الجلسة، لكن هنا دوجي دي شاهد القبر، يعني انخفض مفيش ما كانش هناك ارتفاع وانخفاض، لا هو افتتح ارتفع ثم انخفض بنهاية الجلسة. يعني عايز اقول ان في نهاية الجلسة حدث انخفاض قوي، رجع تاني لسعر الافتتاح، فده دليل على انه هناك زخم للبيع بدأ اثناء هذه الجلسة وادى الى انخفاض السعر. زي ما نقول في ممكن ينتظر للجلسة اللي بعديها ويتأكد أن هناك شمعة حمراء، يبقى عنده درجة كبيرة من التأكد من الاحتمالية أنه الاتجاه القادم اتجاه هبوط، أو أنه يقول لك لا مش هنتظر. طب أنا أنتظر يهبط عليه السعر بالشكل ده، أفقد نسبة، لو كنت بعت الأول كنتش فقدت، لو انتظرت يوم بالكامل فأيضا اتبع استراتيجية ال5 دقائق أو ال10 دقائق الأولى، يجد انه حصل شمعة حمراء، تاني يوم شاهد القبر يبدأ يبيع اما بالكامل اما على مراحل علشان يحافظ يعمل بروفيت تيكينج في هذه الحالة. طيب في الشاتس، طيب خلينا، في ناس بتطالب فاصل للصلاة، ممكن نعمل بعد اذن حضراتكم 5 دقائق بس مش أكتر، عشان يعني دلوقتي 8 بالضبط، نعاود مرة أخرى علشان بس الوقت ما يسرقناش، لأن عندنا مجموعة من الموضوعات الدسمة اللي حابين نغطيها مع حضراتكم اليوم. 5 دقائق ونعود مرة أخرى بإذن الله تعالى. نعود مرة أخرى مع حضراتكم. فزي ما اتفقنا أنه دوجي بأنواعها، اللي شفناها في دوجي مثالية شفناها على اليسار اهو، وفي شاهد القبر او الجريف ستون شفناها على اليمين، ان هي علامة على اتجاه عكس الاتجاه. فلو كان الاتجاه هابطا فهي علامة على صعود قادم،
وإن كان الاتجاه صاعدا فهي علامة قوية على، وخاصة لما تكون شاهد القبر، علامة قوية على هبوط الاتجاه فيما هو قادم. واتفقنا إنه في ناس تحب تتأكد وتنتظر جلسة تداول كاملة لكي تتأكد إنه فعلا الاتجاه هيعكس، ثم بعد ذلك تاخد القرار الاستثماري الخاص بيها. وفي ناس لا، يقول لك إيه، خلينا نختبر السوق في بداياته ثم بعد ذلك ناخد القرار. طيب، التنين الطائر أيضا بيحدث في حالة دوجي الأولانية. فلو شفنا هنجد دي طبعا شاهد القبر، التنين الطائر بقى عكس شاهد القبر. التنين الطائر هو دوجي برضه، حصل انخفاض السعر اليوم ده زي ما حضرتكم شايفين، اختفى النتوء الأعلى، يعني معنى كده إنه كان أعلى سعر في ذلك اليوم مساوي لسعر الافتتاح، مساوي لسعر الإغلاق. فاللي حصل إيه؟ حصل إنه هبوط، افتتح السعر، كمل الهبوط، ولكن بنهاية الجلسة أو في منتصف الجلسة أو أثناء الجلسة بشكل عام، حصل بدأ ينعكس الاتجاه من الهبوط إلى الصعود مرة أخرى، وأغلق ذلك اليوم على سعر مساوي تقريبا لسعر الافتتاح. ده بيديني أيضا انطباع قوي جدا إنه ما هو قادم هيكون انتصار لصالح المشترين في ذلك الصراع. إما أنتظر يوم، إما أنتظر ربع ساعة، في النهاية هيكون راجع لمدى مجازفتي أنا. أنا شخص مجازف، أدخل على طول أشتري. أنا شخص متحفظ، أنتظر شوية، أنتظر يوم بالكامل ثم بعد كده أشتري. يعني في النهاية، ولكن اللي عايز أقوله إن وجود دوجي من أهم، سواء دوجي مثالية أو شاهد القبر أو التنين الطائر، من أهم المؤشرات على أن هناك احتمال قوي إن الاتجاه سيعكس خلال الفترة القادمة. فبالتالي لو أنا عارف الاتجاه هابط هيعكس أبدأ أشتري، ولو عارف إن الاتجاه الصاعد هيعكس أبدأ أبيع، وهكذا. نروح شمعة هرامي. شمعة هرامي باللغة اليابانية زي ما اتفقنا هي معناها المرأة الحامل. ليه؟ لأن شكل الشمعة نفسه بيكون بيدي هذه الدلالة. خلينا نشوف شمعة هرامي. الأول خليني نشرح قبل ما نتكلم عن الاتجاهات، خليني أشرح الشمعة. زي ما حضراتكم شايفين عندي هنا، عندي شمعة كبيرة سواء خضراء أو حمراء، ما يفرقش. هنا مثلا في المثال بتاعنا شمعة خضراء كبيرة، بعدها جاءت شمعة حمراء في منتصف الشمعة الخضراء. مش شرط تكون في المنتصف مثاليا، يعني مش شرط تكون بالظبط في المنتصف، أعلى شوية أقل شوية، إنما يعني في النهاية هي جاءت في ظل الشمعة اللي قبليها. طبعا لازم يكونوا عكس بعض، يعني لو دي خضراء بتيجي دي حمراء، ولو دي حمراء تيجي دي خضراء. هنا الشكل ده بسميه هرمي. ليه؟ لأن هذه الشمعة وكأنها هي المرأة الحامل في هذا الجنين. ولو نلاحظ بقى في الشكل بتاعنا هنا، دي هرامي، شمعة هرامي حمراء، يعني بنسميها برش هرامي، برش هرامي. أو في هنا اتجاه، لبعد ما كان هناك اتجاه للصعود، بشوف الشكل ده أصبح أمامي كده احتمال قوي لأنه هيكون يعكس الاتجاه نحو الهبوط. وهلاحظ حاجة مهمة جدا، هلاحظ إنه إحنا اتفقنا إن الشمعة الخضراء معناها إيه؟ إن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح. شمعة هرامي اللي جاءت في منتصف الشمعة الخضراء اللي سبقتها أو اليوم السابق، يعني إيه؟ يعني إنه سعر الافتتاح أعلى من سعر الإغلاق، معناه إنه افتتاح اليوم ده أقل من إغلاق الأمس. يبقى عندي لو رسمت كده، فأنا عندي إغلاق الأمس
خفض او هبط عند افتتاح اليوم، وكمان بيوم كمل نحو الهبوط بدليل انه اغلق عند سعر الاغلاق اقل من اغلاق الامس واقل من افتتاح اليوم. دي بتديني مؤشر قوي على انه الاتجاه الصاعد يعكس و هيتحول الى اتجاه هابط. يبقى انا عندي اتجاه صاعد انتصار للثيران، ثم جاءت شمعه هرمي حصل انتهاء لزخم الشراء. ده انتهاء زخم الشراء ما حصلش اثناء الجلسه، ده حصل من بدايه الجلسه عند الافتتاح. ليه؟ لانه افتتحت بسعر الاغلاق، لانها جت هنا في هذا المستوى، فافتتحت جلسه التداول لذلك السهم في ذلك اليوم بسعر اقل من سعر اغلاق الامس. يعني معنى كده انه من البدايه الزخم الشراء بدا يقل وينتهي اثناء الجلسه، وبالتالي اغلاق اليوم كمان كان اقل من افتتاح اليوم واغلاق الامس. هذه الحاله هناك احتمال قوي للهبوط. في هذه الحاله هناك احتمال قوي للهبوط، مش هنتظر. الناس برضو تحب تنتظر نشوف جلسه الاول 5 دقائق 10 دقائق، ولكن الشكل ده وشمعه هرمي بتعطيني احتمال اقوى في عكس الاتجاه من البولش. دي يسموها، انا اسف، برش هرمي الدببه، بتعطيني يعني احتمال اقوى من احتمال دوجي في عكس الاتجاه. هي لما تكون برش معناها اتجاه هابط، لما نشوف البولش معناها عكس اتجاه نحو الصعود. خليني نروح بقى للشكل التالي. هنا عندي دي بولش هرمي. البولش هرمي برضو كان عندي اتجاه هابط، ثم نلاحظ ايه بقى هنا؟ ثم حدث انه جاءت شمعة خضراء بعد شمعة حمراء كبيرة. الشمعة الحمراء معناها ايه حضراتكم؟ معناها انه سعر الاغلاق جاء اقل من سعر الافتتاح. الاغلاق تحت هنا اهو اقل من سعر الافتتاح، صح؟ لكن اليوم اللي بعده اللي حصل؟ اللي حصل ان الافتتاح كان اعلى من سعر اغلاق الامس. ده مؤشر قوي على انه زخم البيع او قوه الدببه بدات تنحسر، وبدا يدخل بقى ايه زخم شراء للسوق. فلما بشوف بنتظر لنهايه الجلسه وجد انه كمان سعر الاغلاق كان اعلى من سعر الافتتاح اللي هو اعلى من اغلاق الامس بهذا الشكل، فهنا دي بسميها بولش هرمي، ويبقى عندي احتمال قوي جدا انه الاتجاه يعكس من هبوط لا صعود. يبقى لما اشوف دي ابدا ممكن اشتري ثاني يوم، لانه هكون مطمئن ان عندي كم جلسه جايه فيها اتجاه صاعد. اتكلمنا على الاتجاهات، ودايما بنقول اتجاه، فخلينا نشوف ما هو اتجاه الاسعار. اتجاهات الاسعار، تميل الاسعار الى التحرك في اتجاهات. قلنا انه ده احد اهم فرضيات التحليل الفني، انه الاسعار لا تتحرك عشوائيا، وانما تتحرك في اتجاهات، اما الاب ترند زي ما يسموه اتجاه صعود، او الداون ترند زي اتجاه الهبوط، او الاتجاه الافقي او العرضي بعض الوقت نسميه سايد ويز. طيب هذه الاتجاهات بيستمر الاتجاه دائما سواء كان اب او داون او سايد ويز، يستمر حتى يفقد الزخم. لو كان اب ترند معنى كده انه كان في زخم للشراء، فيفقد زخم الشراء ويقابله زخم اخر معاكس يغير مساره. فالاتجاه بارتفاع الاسعار او انخفاضها لا يمكن، انا اسف هنا مكتوبه يمكن، لكن هي لا يمكن ان يستمر الى الابد. يبقى هنا عندي لا يمكن ان يستمر الى الابد. ولهذا هناك مقولة شهيرة عن أحد المستثمرين الكبار في البورصات العالمية،
لو حضراتكم تسمعوا عنه اسمه وارن بافيت. وارن بافيت قال لك opportunities or investment opportunities like buses. Buses. There is always one coming. يعني أو ما معناه إن الفرص الاستثمارية عاملة زي الحافلات أو الأوتوبيسات في المحطة. لو فاتتك فرصة ما تندمش وما تقلقش. فكل ما عليك هو انتظار الحافلة التي سوف تأتي في الموعد القادم. يبقى انتظر. دايما الانتظار. وعلى فكرة شريك وارن بافيت في شركتهم الشهيرة اللي هي بيركشاير هاثاواي اللي هي يعني في الثمانينات كان سعر السهم 500 دولار، النهارده سعر السهم تقريبا 300 ألف دولار السهم الواحد، يعني الواحد لو عمل ثلاث أسهم يتقاعد ويبقى كده ممتاز جدا. شريكه لا أتذكر اسمه حاليا قال نحن لا نجني الأرباح عندما نبيع أو عندما نشتري، ولكن نجني الأرباح أكثر عندما ننتظر. يقصد إنه الإنسان لا ما يستعجلش، ينتظر دايما الفرصة المناسبة. وزي ما اتفقنا الفرص like buses there is always one coming. يعني لو فاتتني فرصة ما أندمش وما يعني ولا أي أس، إنما هتيجي الفرصة القادمة ودايما هناك فرص. في وده الجميل في أسواق الأسهم أنه دائما هناك فرص لتحقيق الأرباح قادمة. فالإنسان دايما بس كل ما عليه الصبر والانتظار. طيب اتجاه صاعد، خليني أشوف بقى لو عندي اتجاه صاعد قوي دلالته إيه؟ دايما أبص على القيعان يعني أدنى سعر زي ما شفنا في وهنرجع نبص تاني على برضو المخطط أسعار QMB، إنه دايما أبص على أدنى سعر. لو وجدت إنه دايما الأسعار الدنيا في الجلسات المختلفة في صعود، يعني قاع دي اللي بنسميها قاعدة، قاع سعري هنا، خليني برضو أفتح، عندي قاع سعري هنا أهو أعلى من هذا القاع، ثم قاع يأتي أعلى من القاعين اللي قبله، ثم قاع يأتي أعلى من القيعان اللي قبله. ده دلالة قوية أن الاتجاه صاعد. وطالما لم يثبت لدي على مخطط الأسعار أشكال شمعات زي دوجي زي هرامي وغيرها من الشمعات اللي ممكن تعطيني مؤشر على عكس الاتجاه، يبقى ده مؤشر قوي على أنه الاتجاه هيكمل صعود لفترة، حتى لو في يوم كان هناك بروفيت تيكينج بسيط أدى إلى شمعة حمراء. بس الشمعة الحمراء بتاعت اليوم ده أجد أنه حتى قاع أعلى من قاع اليوم الذي سبقه، يبقى في استكمال شوية للصعود إلى أن زي ما اتفقنا الاتجاه لا يستمر للأبد، إلى أن ما يحدث شيء يعكس هذا الاتجاه، ينتهي زخم الشراء، تنتهي قوة الثيران، ثم تبدأ قوة الدبابة تسيطر على السوق وتحسم الصراع. طيب هنا عندي لو اتجاه هابط ببص بقى على القمم، فألاقي أنه هذه قمة، ثم تأتي قمة أقل منها، ثم تأتي قمة أقل من القمتين وهكذا. طبعاً لما أشوف هذا أن القمم تهبط ممهابطة، يبقى هذا اتجاه هبوط، يبقى ليس من المناسب أن أنا أشتري الآن أنه السهم هيهبط مرة أخرى. أنتظر لحد ما أحاول أن أنا أشوف مؤشر على عكس اتجاه الهبوط وأبدأ أشتري علشان السهم يعلى معايا وأكون أنا أخدته بأقل سعر ممكن. طبعا يعني الموضوع بيتطلب مهارة، بيتطلب متابعة، بيتطلب يعني التعلم كثير من مهارات التحليل الفني لكي يعني يبقى عندي كنز. يعني احنا النهارده اتكلمنا عن 4 أو 5 اشكال بتساعدني على توقع او تنبؤ اتجاه عكس الاتجاه. في اشكال كثيره جدا اخرى في التحليل الفني، فلازم اهضمها واتعلمها جيدا علشان اكون يعني اكون ماهر في هذه الصناعه. عشان كده بنقول بقى ان المستثمر
المستثمر دماغه يعني مريح باله اكتر من المضارب. ليه؟ لان المستثمر يعني لو الاسواق احنا عارفين تذبذب صعودا وهبوطا، فحتى لو المستثمر اشترى هنا مثلا في هذه النقطه هو مستثمر عارف ان هو تارك السهم لسنه سنتين، فهبط السهم في الجلسه اللي بعديها مش هيقلق قوي، لان هو مش ليس من خطته الاستثماريه ان هو يبيع الجلسه اللي بعديها او يضارب على السهم، هو من خطته انه يبقي على السهم يحصل على التوزيعات النقديه او توزيعات الاسهم المجانيه الخاصه به. مع الوقت البرايس والابريشيت او السعر يعلى فيحقق كابيتال جين. ففكره التوقيت، اي نعم كل ما كان التوقيت افضل كل ما كانت ارباحي اكبر، فانا ليه اعمل ارباح اقل لما انا ممكن اعمل ارباح اكبر؟ ولكن اللي عايز اقوله حتى لو لم يحسم التوقيت بنسبه كبيره هيظل هو على المدى الطويل هيحقق ارباح، فبيبقى مريح باله شويه عن المضارب اللي يهمه جدا 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 التوقيت المناسب، لانه لو اشترى هنا والجلسه تاني يوم السعر قل هو فعلا خسر، هو فعلا خسر، وخاصه انه في بعض الاحيان المضاربين بيستخدموا ما يسمى بالتداول بالهامش اللي هو هنتكلم عنه في الجزء الرابع، فبيبقى نوع من انواع القرض اللي لازم يرده عليه فلوس، فلازم يردها في وقت معين، فلو السعر لم يعدل نفسه والاتجاه لم يعكس خلال هذا الوقت هو مضطر انه يبيع بخساره ويقفل او يغلق البوزيشن او الموقف الـ بتاعه بخساره. فالتوقيت بالنسبه للمضارب مهم جدا، فاللي عايز يضارب في الاسهم لازم يتقن التحليل الفني صح. طيب نروح الان لما يسمى بنطاق بولينجر، شكل نطاق بولينجر بس او بولينجر باند، وهنتكلم عليه برضو على لما نروح نعمل الجزء العملي على موقع البورصه. ولكن هي بس قبل ما اتكلم على بولينجر باند نفسه لازم اتكلم على بس نظريه الاحتمالات بسيطه كده، حاجه احصائيه بسيطه، لان هو هذا النطاق او هذا المؤشر بيقوم على نظريه الاحتمالات. احنا زي ما شايفين انه هناك دائما ارتفاع وانخفاض متكرر في اسعار الاسهم، ده شيء طبيعي جدا، هذا التذبذب شيء موجود ونورمال في كل الاسواق. الفكره هنا انه المستثمر بيحاول دايما زي ما اتفقنا يشتري عند اقل سعر ويبيع عند اعلى سعر، او المضارب يعني يشتري عند اقل سعر ويبيع عند اعلى سعر. طب ما هي احتمالات ان السعر ينخفض عشان اشتري عنده، وما هي احتمالات ان السعر يرتفع عشان ابيع عنده؟ طيب عشان اقدر احدد هذه الاحتمالات انا عايز احدد ما هو النسبة اللي السهم في المتوسط، دايما السعر المتوسط اللي السهم بيحوم حوله، ما هو دائما السعر المتوسط اللي السهم بيحوم حوله. ثم بعد ما بحدد السعر المتوسط أو المنطقة المتوسطة اللي السهم بيحوم حولها أبدأ أحدد الانحراف أو التذبذب بقى اللي بيحدث فوق أو تحت عن هذا السعر المتوسط، وده بنقيسه بمعدل إحصائي بنسميه standard deviation أو الانحراف المعياري. هو معدل يمكن اللي درس تمويل أو درس إحصاء أو درس رياضيات معدل شهير جدا، وهو ده اللي بيقيس لنا المخاطرة على فكرة. احنا بنقول لو بنقول المخاطرة في علم التمويل هي التذبذب، هو عدم اليقين ما سوف يحدث في المستقبل، فعدم اليقين ده معناه ان السعر ممكن يرتفع ممكن ينخفض، هي دي المخاطره. فالانحراف المعياري او الستاندرد ديفيشن هو اللي بيقيس لنا هذه المخاطره. كل ما كان الستاندرد ديفيشن كبير، كل ما كان الانحراف في السعر عن السعر المتوسط كبير، كل ما زاد الريسك، كل ما قل الانحراف كل ما قل الريسك. فنطاق بولينجر بيشتغل
بهذه المعدلات الإحصائية. إنه يجي هنا زي ما إحنا شايفين في المنتصف كده، هو بيعمل لي متوسط متحرك للسعر السهم خلال فترة معينة باللون البرتقالي، ثم يعطيني نطاق لتذبذب السعر خلال هذه الفترة عن المتوسط صعودا وهبوطا. وكل ما كبر التذبذب، كل ما كبرت الشمعة خلال الأيام اللي ضمن هذا النطاق، كل ما اتسع النطاق. زي ما احنا شايفين، نشوفه نقهه الشمعات أو حصل ارتفاع كبير، فالنطاق كبر. وهنا لما كانت الشمعات صغيرة، النطاق انضخ. فكل ما كبرت الشمعات، كلما اتسع النطاق، وكلما صغرت الشمعات، كلما ضاق النطاق. واتساع النطاق معناه انه في تذبذب اكبر على الاسعار. لو انا طب بيفيدني ازاي بقى؟ ازاي اقدر استخدمه؟ فلو انا قريبا مستثمر، لما ارى هذا النطاق وانا قريب من النطاق الاعلى، يعني السعر النهارده قريب من الحد الاعلى للنطاق بلينجر، هل هذا توقيت جيد للشراء؟ لا اعتقد طبعا، لانه انا كده عند نطاق السعر ده اللي هو كأنه الحد الاعلى دايما للسعر، كأنه لانه بيتغير مع الايام، لان ده متوسط متحرك طبعا، خليني ما هوش متوسط ثابت. لكن احتماليه الهبوط كبيره، احتماليه الهبوط هنا كل ما كان السعر قريبا من الحد الاعلى للنطاق اصبح احتماليه الهبوط كبيره، وكلما كان السعر عند الحد الادنى للنطاق لما كانت احتمالية الصعود أيضا كبيرة. فهنا هنشوف بقى إزاي نرسم النطاق على موقع البورصة أو تريدينج فيو الخاص بموقع البورصة. قبل ما أروح للجزء العملي على موقع البورصة، خليني نطلق الطول مرة أخرى اللي احنا أطلقناه في الأول، 5 أسئلة اللي أطلقناها في الأول الخاصة بالتحليل الفني، ونشوف إجابات حضراتكم عليها مرة أخرى، وهل الإجابات ستتغير أم ستكون مثلما كانت. نروح للويب سايت بقى ونشوف مع بعض المثال اللي احنا نشوف كيو ام بي، نشوف المؤشر. طيب نشوف، نرجع تاني نشوف كيو ام بي، وعندي سؤال على كيو ام بي نشوفه مع بعض برضو. انا زي ما اتفقنا انه انا كان عندي كذا جلسة فيها اتجاه صاعد زي ما حضراتكم شايفين اهو، كان الاتجاه يمكن شهر تقريبا كان في صعود السعر من هذه النقطة إلى هذه النقطة، يعني من سعر تقريبا 19.91 بدأ الاتجاه للصعود، أو 20 أنا آسف 20، وصعد لين ما وصل إلى 22.96، يعني 3 ريال تقريبا، يعني حصل صعود من 20 ل 23، يعني تقريبا 15% خلال شهر. ثم بدا الاتجاه يعكس الى اتجاه هبوط. خلينا نشيل الاول كلير بس ده.
لو تلاحظوا حضراتكم انه اتجاه الهبوط بدأ بشمعة قريبة من هرامي، لو نلاحظ هنا يعني شمعة خضراء كبيرة عقبتها شمعة حمراء داخل جسم الشمعة الخضراء. أي نعم ما هيش هرامي، ليست هرامي مثالية، ولكن سعر الافتتاح بتاع اليوم اللي هي بيمثله كان أقل من سعر إغلاق الأمس، والشمعة الحمراء كانت داخل جسم الشمعة الخضراء، فكانت نذير أو مؤشر على أنه الاتجاه في هذه الحالة يعكس، وفعلاً حصل أنه الاتجاه انعكس إلى الأسفل. سؤالي لحضراتكم البول اللي هنطلقه، ما هي توقعاتكم؟ هنتكلم كل ده على التاريخ، واحنا قلنا انه التاريخ يميل الى تكرار نفسه. طيب خليني بقى نشوف الايه التوقع لبكره، جلسه بكره بالنسبه لكيومبي. وزي ما الناس بقول النهارده الامثله بنستخدمها هي للتوضيح فقط وللعلم فقط وليست نصيحه استثماريه، ارجوكم هذا مهم جدا، لان احنا لسنا جهة اختصاص لا نعطي نصائح استثمارية، وإنما هناك جهات اختصاص مرخصة من هيئة قطر الأسواق المالية تعطي هذه النصائح. فالنهارده بس للتوضيح، خلينا نشوف توقعكم بكرة لكيو ام بي، وانتوا بقى لما تخشوا على السوق بكرة تعرفوا الإجابة بتاعتكم. هل اللي يتوقع إجابة صحيحة يبعت لي على الإيميل يقول لي إن إجابته كانت صحيحة. خلينا نطلق هذا البول ونشوف مع بعض هذا السؤال. سؤال واحد، ماذا تتوقع لشمعة البنك غدا؟ شمعة خضراء أم شمعة حمراء؟ عندنا نسبة 56% قالوا شمعة خضراء، ونسبة 44% قالوا شمعة حمراء. طيب هو الشيء اللي احنا مش المفروض نختلف فيه انه الاتجاه بكرة هيكمل في غالب الظن، طبعا هيكمل نحو الهبوط. ليه؟ لانه انا شايف اهو مجموعة من الشمعات الحمراء اللي عمالة تهبط، يعني هبوط في الاسعار، وجات لي شمعه كبيره جدا عملت هبوط كبير النهارده. ولم ياتي شيء يؤشر على انه هذا الاتجاه سيتم عكسه. بالتالي نتفق مع بعض انه في غالب الظن والاحتمال القوي انه الاتجاه يظل نحو الهبوط. مفيش شيء اتى يعني انه يعكس هذا الاتجاه. في الأربع جلسات، أو نلاحظ أن كل شمعة من دول بتمثل جلسة تداول أو يوم، يعني في أربع جلسات لم يحدث شيء يقول أنه، وزي ما احنا شايفين أنه القيعان نفسها هي قيعان هابطة، القمم هابطة، يعني ده اتجاه هبوط مثالي. أنا آسف، خليني أنا شير ريزلتس، ستوب شيرنج عشان نشوف الكلام اللي انا بقوله على الشاشه. انا اسف، زي ما اتفقنا نرجع تاني نقول ان انا الاربع جلسات اللي فاتت كانت كلها هبوط، وكان القيعان خليني بس اشوف الشات. اقل، وجاءت شمعة حمراء كبيرة اليوم، فقيعان أقل، قمم أقل، يبقى الاتجاه واخد هبوط. عندي الأستاذة شيخة المعاضيد بتقول هابط لأنه ثلاث شموع حمراء تمثل الغربان الثلاثة. أهو ده إجابة جميلة جدا، أهو ده أحد الدلالات أو الأشكال الخاصة بالتعليل الفني. عندي ثلاث غربان أهو، ف ادت يعني اتجاه اكتر للهبوط. عندي الاستاذه فاديه قالت في شكل مطرقه، ما كلمناش للاسف على المطرقه النهارده، ان شاء الله في المرات القادمه موضوع المطرقه، فقالت اتجاه هبوط.
فيبقى الاحتمال الأكبر، الاحتمال الأكبر إنه يستمر في الهبوط غدا، يبقى الاحتمال الأكبر إنه الشمعة غدا تكون حمراء، ولكن ممكن تكون شمعة خضراء، ولكن أيضا شمعة خضراء لا تعكس الاتجاه، يعني يظل أيضا الاتجاه هبوط، ممكن يعني خضراء شوية نتيجة إنه في شوية شراء يحصل بكرة، لأنه السعر النهاردة يعني لو إحنا رحنا للسعر نجد إنه السعر يعني كام؟ 20 93 نازل من يعني 21 نازل من تقريبا 23 زي ما اتفقنا، يعني نزل 2 ريال، فممكن يحصل زخم شراء شوية يخلي لي في شمعة قدر، بس شمعة قدر بسيطة ما تساعدش على عكس الاتجاه، وإنما يستمر اتجاه الهبوط. عموما نشوف، احنا وضعنا توقعاتنا، خلينا نشوف هذه كل واحد بقى عارف توقع ايه بعد جلسة غدا، نخش على نفس التريدنج فيو ده، كل واحد فينا يخش ويشوف الشمعة اللي هتتكون غدا لونها وتوقعه كان عامل ازاي، واللي توقع صح يبعت لي ويقول لي انا توقعت توقع سليم. طيب كده انا يعني انتهيت من المادة العلمية الخاصة باليوم، الحمد لله احنا الوقت اهو ما تجاوزناش بشكل كبير، يعني 5 دقائق فوق الوقت المخطط لهذه الندوة. لو في أي أسئلة أرجو إن حضراتكم يعني تطرحوها الآن ونجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله، ثم نغلق الندوة. فأنا عندي 3 أسئلة. أستاذ فريد صديقي كان قايل التكرار المتوقع هل تتكرر كل سنة أو أشهر أو سنوات؟ هي على حسب النطاق اللي حضرتك يعني أنت بتتابعه، هل نطاق المخططات الأسعار الخاص بك، هل هو نطاق سنوي يومي دقائق أيا كان، فعلى حسب النطاق اللي أنت بتتبعه هو بيحدث التكرار. طيب عندي الأستاذ فريد تاني قال ما هو شكل شمعة ثابتة لعدة أيام غير متوقعة لكن من باب العلم؟ شمعة ثابتة لعدة أيام يعني تقصد أن الشمعة تفضل ثابتة، يعني طبعا ده شيء، ده معناه ان السهم غير ليكويد خالص، يعني ما فيهوش اي سيوله، يعني ما انصحكش ان انت تتداول عليه حتى. عندنا الاستاذه فاديه بتقول تختلف اشكال الشموع في المؤشر باختلاف الفتره الزمنيه. سليم اكيد يعني برضو كل ما الفتره الزمنيه وسعت مني كل ما ممكن يحصل تذبذب كبير في الشمعة، وكل ما الفترة الزمنية قلت ممكن التذبذب يكون أقل. ما هي الفترة الزمنية المناسبة لمراقبة السهم خلال جلسة التداول؟ برضو أستاذة فادية يعود بك أنت، يعني ما هو الفريكونسي بتاع التداول الخاص بك، وبناء على ذلك تستطيعي أن أنت تحددي الفترة الزمنية المناسبة. أستاذة ميمونة بتقول لو سمحت كيف يمكننا ضبط المتتالية التي يتكرر بها المخطط؟ يعني برضو خليني طيب خليني أوريكم إزاي على الموقع، هرجع تاني فكريني أنا إن شاء الله قبل ما أقفل على طول هنعمل مع بعض ديمو إزاي نخش على هذا المخطط على الموقع من أنهي مكان، وإزاي نضبط مع بعض المتتالية أو الفترة الزمنية اللي بيغطيها هذا المخطط. الأستاذ شادي والله إن شاء الله إحنا مسجلين المحاضرة، أنا بعتها للشركة اللي بتقوم بالإديتنج، يعني أول ما يجهز الفيديو نزله على القناة اليوتيوب، اشترك على قناة اليوتيوب يجي لك على طول نوتيفيكيشن أول ما هذا الفيديو بإذن الله ينزل على القناة. شكرا يا أستاذ شادي. هل ريتشي هودسون saying can قطر ستوك ماركت at financial indicators as before? Yes, Richie. Like I mentioned in the last time that we are planning to add the financial indicators page again by the beginning of 2023, inshallah maximum. Yani, inshallah before, we will do our best to have it on our website again before
the end of this year, maximum beginning of the next year. طيب عندي في الشاتس في الصادق بيقول إذا كانت شكل الحامل عكسي، ما اتفقنا إنه الهرامي ممكن تبقى بولش هرامي، يعني تعكس السوق الهابط إلى اتجاه صاعد، وممكن تبقى بيرش هرامي تعكس الاتجاه من صاعد إلى هابط. طيب أعتقد إحنا خلصنا. آخر حاجة أحب إن أنا نستعرضها مع بعض، بس إزاي خليني أقفل الشير عشان نشوف إزاي نصل لهذه الصفحة. نعمل ديمو للصفحة من على الموقع الإلكتروني الخاص بالبورصة. معلش أنا بس لازم أقفل الشاشات اللي أنا فتحها كاملة لكي أستطيع إن أنا. طيب هنا لو إحنا رحنا لموقع البورصة الإلكتروني، ده الـ هوم بيج www.qe.com.qa، رحت فيه هنا عندي حاجة اسمها ماركت ووتش بالإنجلش أو بالعربي اسمها بث الأسعار. لو دوست عليها، طبعا عشان الزوم ما بيدخلنيش اوتوماتيكلي او دايركتلي، فانا هفتح الشاشه وارجع اعمل لها شير، بس لو حضرتك بتدوس على هنا الماركت ووتش بيفتح لك شاشه ثانيه. لا والله او راح اوتوماتيك زي ما انا شايف، بيفتح لك شاشه ثانيه اللي هي شاشه بث الاسعار. دي الشاشه اللي بتبث الاسعار بشكل مباشر خلال اليوم، خلال جلسه التداول اليوميه. لو رحنا لا هنا مثلا كيو ام بي، لو دوست على كيو ام بي افتح لي شاشه اخرى. خليني بقى انا افتحها لانه هو ما فتحهاش هنا. افتح لي هذه الشاشه دي اللي بنسميها المارك، بنسميها الماركت ديبث. ده اول. أو دوست على الأيكون الآخر ده شكل لستة كده أو شكل، ده بيفتح لي كل الكمباني بروفايل أو معلومات الشركة بالكامل، قوائمها المالية، معلوماتها المالية، الإدارة، الملكيات، نسب الملكيات، كل المعلومات الخاصة بالشركة هجدها على هنا البروفايل. لو دوست على التشارت هنا يفتح لي الشاشة برضه، هتجيلك أوتوماتيك. أنا هفتحها بس أنا من الزوم. يجيلك أوتوماتيك، هيفتح لك الشاشة أهي الخاصة بالتحليل الفني الخاص بكل سهم موجود أو مدرج على بورصة قطر. زي ما اتفقنا باي ديفولت هي بيفتح لك 5 دقايق. لو عايز تغير ال يعني المينتس، طبعاً أنت 5 دقايق، 3 دقايق، دقيقة، بيجيلك دايماً التذبذب الاسعار خلال الوقت اللي انت بتختاره. 45 دقيقه مثلا بنجد اهو، او زي ما احنا زي ما انا مثلا اخترت النهارده وطبقنا النهارده انه يومي. فبكره تستطيع ان حضرتك تخش على هذه الشاشه وتغير، هو باي ديفولت بيفتح 5 دقائق، بس تيجي عند السهم هنا تغيره وتخليه يوم. يعني هو لما هيفتح لك هيفتح لك على 5 دقائق البداية، تيجي على السهم دروب داون تفتح لك الشاشة دي، تنزل one day تفتح وتشوف شمعة بكرة ايه هي، وترسل لي اجابتك كانت عاملة ازاي. هبعت لكم دلوقتي الايميل اللي ممكن حضراتكم ترسلوا عليه، حتى لو ليكم اي استفسارات او اي ملاحظات حابين تشاركوها معانا. هو الايميل education@qe.qa. هذا هو الإيميل education@qe.qa. ابعتوا لي إجاباتكم ومدى صدق توقعاتكم، ابعتوا لي ملاحظاتكم، أسئلتكم،
أكون سعيد دايما إني أتفاعل معاكم إن شاء الله. وإحنا كده انتهينا النهاردة من ندوة الليلة، وإن شاء الله إلى اللقاء في ندوة يوم الثلاثاء القادم في نهاية هذا الشهر. نشوفكم على خير إن شاء الله. أستاذ محمود، الإيميل education@qe.qa. شكراً أستاذ مؤمن. أنا بعت الإيميل على الشات هنا، ما ظهرش عندكم؟ دقيقة واحدة، أنا آسف، هبعته تاني. education@qe.qa. ده بالتالي ظهر عند الجميع. كده أعتقد ظهر عند الجميع. تمام. ارسلوا لي وأنا أكون سعيد بالتفاعل مع حضراتكم إن شاء الله، وإلى محاضرات قادمة، محاضرة يوم الثلاثاء القادم عن التداول بالهامش، عن صناديق الاستثمار المتداولة في صندوقين متاحين في بورصة قطر، وعن نظر يعني نبذة سريعة عن المشتقات. والسلام عليكم وتصبحوا على خير.